من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس الأيام دي هي موجة الحر الشديدة اللي بتتعرض ليها مصر بسبب منخفض الهند الموسمي، وده اللي مخلي الجو زي ما احنا شايفين حر ورطوبة بشكل غير طبيعي. المشكلة إننا في موسم الأجازات، وفي ناس كتير ممكن تتعرض للشمس سواء في المصايف أو حتى الأطفال في التدريبات الرياضية، وكمان الناس اللي بتروح طبعا أشغالها اليومية. وعشان كده هيكون معانا دلوقتي مداخلة من الدكتورة باسنت، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي يا دكتور. الو، ازيك يا ريهام؟ ايه الحمد الاخبار؟ لله يا دكتور. دكتور، عايز اعرف في البدايه ازاي نتعامل مع ارتفاع درجات الحراره الايام دي سواء للكبار او للاطفال؟ طبعا احنا بنعاني من الفتره دي درجات حراره مش متعودين عليها ورطوبه كمان، يعني المشكله كمان في الرطوبه، لان ده بيخلي الجو متشبع بميه، فبيخلينا حتى مش عارفين ناخد الاكسجين بتاعنا كويس، وده للأسف بيأثر حتى على مجهودنا خلال اليوم. طبعا. تلاقينا من أقل مجهود مش قادرين، تعبانين، في إجهاد، لأن احنا مش عارفين ناخد نسبة الأكسجين بتاعنا كاملة من الجو. طبعا أهم حاجة إن احنا نحاول بقدر الإمكان إن احنا ما نتعرضش للشمس مباشرة في أوقات الذروة اللي هي من 12 ل 2، والناس بتفتكر إن الساعة 12 هي دي الذروة، لكن الساعة 2 بتبقى درجة الحرارة أعلى بكتير من الساعة 12. زي ما تقولي كده الجو بيكون اتشبع بالحراره، فالساعه 2 بتكون اصعب من الساعه 12. طبعا اهم حاجه دايما بنقولها نشرب ميه، الميه هي الحاجه الوحيده اللي هتخلينا نتفادى اي كومبليكيشن ممكن تحصل من الجو الايام دي. طيب دكتور، المفروض احنا نشرب كام ازازه ميه مثلا؟ احنا دايما بنقول مش بحط ارقام كبيره مره واحده اقول 3 لتر او 2 لتر، لا، انا دايما اقول لكل كيلو جرام بناخد 30 ملي ميه، يعني لو حد وزنه 70 كيلو بنضرب في 30 يبقى ياخد 2 لتر وتقريبا ونص، وبنزود لو هنتعرض لشمس او هنلعب رياضه بنزود من نص للتر كامل، فلو حد وزنه 70 زي ما انا قلت بالكالكوليشن هيبقى ياخد 3 لتر لو هيتعرض لشمس او هيدخل يعمل رياضه. ده على مدار اليوم كله يا دكتور؟ على مدار اليوم، وممنوع ان هو ياخدهم كلهم في وقت واحد، يعني احنا دايما بنقول لازم شفايفنا تبقى مبلوله بالميه، وخاصه في الوقت ده من السنه ان انت تشرب بمعدل كل 10 دقائق لازم بتبل شفايفك على الاقل، بحيث ان انت تخلص الميه بتاعتك تدريجيا على مدار اليوم. اوكي، طب دكتور، في ناس بتقول انا مش مضطره اشرب كل الميه دي، انا ممكن اوزعها بين عصير وميه، هل بتفرق وده صح ولا لا؟ بصي، العصاير مش احسن حاجه، ولكن طبعا مع ان لو حد بيتعرض لمجهود وبيعرق كتير فده بيفقد طبعا من الاملاح بتاعته، وزي ما بنقول الاساسيات بتاعته اللي هي الاملاح الاساسيه زي الصوديوم والبوتاسيوم، فساعتها ممكن نقول له نشرب عصاير، ولكن الناس اللي عندها زياده في الوزن ما بحبش العصاير معاها لانها بتعتبر سكر، وده بيساعد على ان هم يزيدوا وزن مش بيقل وزن. فالميه على حسب احتياجنا بتكون افضل، يجي من بعديها العصاير على حسب المجهود بتاعنا، لو بنلعب رياضه يبقى احنا من الافضل ان احنا ناخد فعلا عصاير مليانه املاح زي عصير البرتقال، لو ان احنا مش بنلعب رياضه وعندنا زياده في الوزن فبنصحش غير ان احنا نشرب ميه. طبعا اهم حاجه في الوقت ده ان احنا نبتعد تماما لكل الناس عن القهوه والشاي، وده لان هي بتبقى مضره للبول، وبتبقى مشكلتنا ان هي ممكن تساعد على ان في الجو دوت مع العرق وقله الميه ان هي ممكن نعمل حصوات، فدايما اقول نبعد عن الشاي والقهوه في الاوقات الحر جدا، ونحافظ على شرب الميه اكتر كبريوريتي لينا في الجو ده. اوكي، دي النصايح اللي حضرتك بتديها لحد لو هو بحكم شغله مثلا بيتعرض للشمس بشكل مباشر او دائم. بالظبط، ان احنا لما حد يكون بيتعرض للشمس دايما اقول له نشرب ميه كويس، لو بيعرق كتير لازم ناخد حاجه فيها املاح، وزي ما قلت عصير البرتقال، او ساعات بنحط للناس محلول معالجه الجفاف على لتر ونص ميه، لانه دوت يلحقهم من نقص الاملاح بتاعتهم مع التعرق في وسط اليوم عشان ما يحصلهمش هبوط، لان كتير قوي احنا بنلاقيهم واقفين وبيتكلموا عادي وفجاه بتلاقي المينرالز بتاعتهم كلها انسحبت او الاملاح بتكون كلها انسحبت، فده بيخليهم ان هم يفقدوا الوعي بسرعه، فدايما اقول بنحافظ دايما لو حد بيتعرض للشمس وبيشتغل في شمس ان هو ياخد محلول معالجه الجفاف، او بنحط نص معلقه ملح، وبنفضل يعني ان هو ملح عادي او ملح الهيمالايا على لتر ونص ميه، بحيث ان هو يعوض جسمه من الاملاح اللي ممكن يفقدها من التعرق في التعرض للشمس. وده برضو ينطبق على الاطفال لو مثلا بيروحوا تدريبات في الحر ده او حاجه؟ بالظبط، معظم الولاد اللي بيتمرنوا دايما بنقول نعمل لهم عصير
زي مثلا المانجا. المانجا غنية جدا بالأملاح والمعادن، وبرضه يشرب جنبها مية أو نشرب عصير برتقال، أو إن احنا نعمل حركة إن لتر ونص مية عليهم نص معلقة ملح، ده برضه هيعوض الجسم من كل الأملاح اللي بيفقدوها خلال التمرين، ونسبة التعرق بتاعتهم بتبقى عالية جدا فيعوضهم بسرعة عشان حتى ما يحصلش كمان بنقول اللي هي كونتراكشن أو اللي هي كرامبات بسبب نقص الأملاح والمعادن. ممكن برضو حاجة تانية ان هم ياكلوا موز، دايما بنقول الموز بيعوض بسرعة من الأملاح والمعادن اللي بنفقدها ساعة التمرين، وده برضو بيعوضنا بسرعة جدا. اوكي طيب دكتور، دلوقتي المصيف وطبعا الناس كلها بتبقى قاعدة في شمس، وممكن الواحد فعلا برضو ما يكونش حاسس بالحر الشديد لو هو قاعد على بحر او لو في نسمة هواء او اي حاجة. هل الشمس دي يا دكتور لما بتكون هي جاية بس مش متسلطة على الشخص 100% بتكون برضو مضرة؟ للأسف بتجيلنا برضو حالات كتير ان هم ممكن يبقوا قاعدين في الظل وجالهم ضربة شمس. المشكلة بتكون ان هو فقد من الأملاح والمعادن بتاعته وعرق جامد في وسط الحر الجو اللي هو قاعد فيه، والجو كمان متشبع بالرطوبة، فده بيخليه برضو بيقلل من نسبة الأكسجين اللي واصلة ليه. فده بيحصل كتير ان الناس تجيلها ضربة شمس تقول لك انا ما قعدتش جوه الشمس، انا كنت قاعد في ظل. ولكن دايما نحرص ان احنا لو متعرضين لاي جو حار ورطوبه عاليه نشرب ميه كويس جدا، نحافظ ان الاملاح بتاعتنا تبقى بناخدها من اي حاجه موجوده حوالينا لو بنعرق كتير واحنا قاعدين حتى لو في الظل. فطبعا دي برضو مشكله دايما الناس بتقول لك مش مشكله، لا لازم ناخد بالنا لو قاعدين في الظل والجو اللي حوالينا حر جدا. طيب دكتور بتقولي الموز للاطفال كويس جدا وبيخليه يبقى، والميه المالحه او اللي هو محلول معالجه الجفاف، لو في حد ما بيقدرش يشرب ميه، لان في ناس كثيره جدا بتقول لك انا ما اقدرش اشرب الكميه دي وما بحبش طعم الميه، ايه هي الاطعمه البديله للكبار؟ لا احنا ساعتها بنغير من طعم الميه، يعني ممكن نحط نص الازازه بتاعت الميه نصها عصير برتقال ونصها ميه. أوكي. كده يبقى احنا موازنا الدنيا شويه، بنغير من طعم الميه ولكن لازم نشرب ميه. نيجي من بعدها ممكن ناخد اللي هي الميه الفواره، بقت موجوده في كل حته ولكن مش مياه غازيه، لان برضو المياه الغازيه عندنا ليها مشاكل كتيره في الجو ده. لكن ان احنا نشرب اللي هي المياه الفواره بتعوض الجسم ببعض الشيء من الميه وبيكون طعمها مختلف شويه. ممكن بعد كده ان احنا نحط برتقال زي ما قلت، ممكن نحط تفاح، ممكن نحط اناناس، كل العصاير دي موجوده حوالينا نخففها بكميه كبيره من الميه عشان نستسيغ طعم الميه، ده بيكون بالنسبه لنا افضل. دكتوره بسنت بشكر حضرتك على وجودك معايا. ميرسي جدا يا ريهام.